مشاهدينا في كل مكان أهلا بيكم. حلقتنا النهاردة في عندنا موضوعين رئيسيين في هذه الحلقة. الجزء الأول من الحلقة هو المتعلق بالدستور الجديد وأزمة الجمعية التأسيسية والانسحاب الجماعي اللي حصل لقضاة هيئة المستشاري هيئة قضايا الدولة من الجلسة اللي كانت عقدت اليوم في محكمة القضاء الإداري لنظر القضية الخاصة بحل الجمعية التأسيسية. والموضوع الثاني هو ملف شهداء سيناء الذين تم تشييع جثامينهم يوم الثلاث. وطبعا في روايات كثيرة تتحدث عن ملابسات يعني حادث الوفاة. الحكومة ما زالت تصر أو تنفي أنه لا توجد أي شبهة جنائية حتى الآن, يعني كلام برضو يعني في تحفظ لا توجد شبهة جنائية حتى الآن, في حين أن في تقارير أخرى تتحدث عن وجود يعني بعض الشكوك بشأن هذا الحادث المؤلم. في اعتصامات ومظاهرات أمام مقر مجلس الوزراء والكسب غير المشروع يخلي سبيل حسن حمدي رئيس النادي الأهلي ويأمر بضبط وإحضار إبراهيم نافع, وأخبار أخرى كثيرة نستعرضها النهاردة في حلقتنا التي نستعرض فيها صحافة القاهرة الصادرة يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2012. ونبدأ جولتنا النهاردة بالموضوع الأول وهو الدستور الجديد والجمعيات التأسيسية. وطالما نتحدث عن الدستور فأعتقد أن البداية هتكون بصحيفة الدستور. والدستور فعلا يعني بتتميز النهاردة بأن فيه اهتمام إعلامي واضح من صحيفة الدستور بشأن الدستور. والدستور في صفحتها الثالثة خبر بيقول أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو قررت تأجيل جلسة حل التأسيسية لجلسة يوم 16 أكتوبر وطرح مسودة الدستور للحوار المجتمعي اليوم. ده الجمعية التأسيسية ستطرح مسودة الدستور للحوار المجتمعي اليوم, ولجنة نظام الحكم تتمسك بنائب الرئيس. ومشادة بين الدكتور محمد البلتاجي ورئيس حزب شباب مصر بسبب الجماعة. الحقيقة الخبر يعني هو خبر مهم. الخبر بيتكلم ان محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل هذه الجلسة اليوم 16 أكتوبر. وزي ما أنا قلت لحضراتكم ليس من المتوقع من الواضح ان المحكمة يعني ممكن تفصل في المسألة بسهولة. والمحامين طلبوا ان هم عايزين محامين بتوع جماعة الإخوان طلبوا ان هم يطلعوا على المستندات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية الأولى وقرار المجلس العسكري بتشكيل هذه الجمعية اللي كانت بتضم أعضاء من مجلسي الشعب والشورى. وايضا في ذات السياق الجمعيه التاسيسيه هتعقد يوم الاربعاء اللي هو في صحافه الاربعاء يعني اليوم مؤتمر لاطلاق حمله اعرف دستورك. على الجانب المقابل في عدد من النواب المستقلين بيتبنوا حمله قاطع او ارفض دستورك. ولجنه نظام الحكم استقرت على ان يبقى منصب نائب الرئيس في النظام الجديد, لان النظام المصري هو هيكون نظام مختلط وان كان يميل اقرب للنظام الرئاسي. هو مش نظام رئاسي يعني محض ولا هو نظام برلماني محض, هو نظام مختلط بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني. وإن كنا بنميل أكثر للنظام الرئاسي وبالتالي في ظل النظام الرئاسي ده نظام بيقتضي وجود منصب نائب الرئيس, لكن في ذات الوقت سيكون رئيس الحكومة هو الرجل الثاني في الدولة. يعني إذا نفهم من كده أن منصب نائب الرئيس في النظام المقبل يعني أو النظام الجاي هو في النهاية يعني هيكون موجود لكن مش هيكون ليه صلاحيات دستورية واضحة يعني في الدستور الجديد. ويعني وان حصلت مشاده من الدكتور بلتاجي رئيس حزب شباب مصر بسبب الجماعه. هو كان طلب حل جماعه الاخوان ويتم تقييم وضعها ومراقبه او يعني تمويلها وضعها وما الى ذلك. فده الخبر اللي هو الخاص بموضوع الجمعيه التاسيسيه والدستور. نروح لصحيفه التحرير في صفحتها التحرير في الصفحه الاولى. والتحرير بتقول تاجيل الفصل في 50 دعوه قضائيه من اصل 148 تطالب بحل التأسيسية إلى يوم 16 أكتوبر. يعني المحكمة قررت تأجيل الفصل في هذه الدعوة إلى يوم 16 أكتوبر يعني بعد ستة أيام من اليوم, يعني هيكون يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم للفصل في هذه الدعوة. نروح لصحيفة الصباح في صفحتها الأولى وهي بتلقي الضوء على الجانب الآخر من الأزمة اللي هي تراها بقى المستشار حسام الغرياني من ناحية رئيس الجمعية التأسيسية وأعضاء مستشاري هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من جانب آخر. وبتقول النيابة الإدارية ترفض لقاء الغرياني لتعليق اعتصام القضاء, ورئيس الجمعية التأسيسية طلب لقاء ثنائيا وأعداد المعتصمين في النادي تتجاوز 2000 مستشار. وتفاصيل خبر بتقول أن المستشار عبدالله أنديل رئيس نادي النيابة الإدارية كان تلقى اتصال تليفوني من المستشار حسام الغرياني طلب فيه ان هم يلتقوا يعني يعقدوا لقاء مشترك. فالمستشار عبد الله رفض لقاء المستشار حسام الغرياني
لحل أزمة وضع النيابة الإدارية في وقضايا الإدارة في الدستور الجديد، وكان المطلوب أن يتم تعليق اعتصام أعضاء النيابة الإدارية، ولكن هم رفضوا تعليق الاعتصام وقالوا أن الاعتصام ده مستمر حتى يتتحقق ثلاث طلبات. رقم واحد، يتم عزل حسام الغرياني عن رئاسة الجمعية الرئاسية. رقم اثنين، إقرار أحكام المحكمة الدستورية. رقم ثلاثة، نصوص لجنة نظام الحكم اللي هي أقرت بوضع النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كهيئات قضائية مستقلة داخل الدستور الجديد يتم تضمينها في باب السلطة القضائية. طبعا هو اللي حصل أن المستشار حسام الغرياني كان اعترض على ما وصلت إليه لجنة نظام الحكم، لجنة نظام الحكم في الجمعية الأساسية، وهو تدخل فيما اعتبره مستشاره النيابة الإدارية وقضايا الدولة بأن ده يعني يخالف لائحة الجمعية الأساسية، لأنه لا يحق رئيس الجمعية أنه يتدخل في عمل اللجان. وفي الحقيقة إن الخبر بيقول أيضا إن أعداد المعتصمين من مستشاري النيابة الإدارية داخل النادي وصل إلى 2000 قاضي، ويعني مش هيتم فض الاعتصام إلا بعد أن يتم عزل غريان وتحقيق باقي الطلبات. فالأزمة تتصاعد بين مستشاري النيابة الإدارية من جهة وبين الجمعية الأساسية من جهة أخرى. أيضا في صحيفة الوفد في صفحتها الأولى، الوفد بتقول هيئة قضايا الدولة تنسحب من قضية بطلان التأسيسية، خناقة في مجلس الدولة على بطلان التأسيسية. وده الوفد بتقول، عفوا، هيئة قضايا الدولة تنسحب من قضية بطلان التأسيسية، 2400 مستشار يضربون عن العمل لعدم الاعتراف بهم في الدستور. في الحقيقة هو اللي حصل ان كانت محكمة القضاء الإداري كانت نظرت يوم الثلاث اللي هو 9 اكتوبر، يعني الجلسة اللي كانت مؤجلة من الاسبوع اللي قبليه للنظر فيه 43 دعوة قضائية بتطالب ببطلان تشكيل جمعية رئاسية. فأثناء وجود مستشاري هيئة قضايا الدولة داخل المحكمة أعلنوا الانسحاب الجماعي احتجاجا على عدم إدراج هيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية مستقلة في الدستور الجديد. في الحقيقة يعني أنا بس عايز يعني ألفت نظر حضراتكم إن هيئة قضايا الدولة دي هي بتعتبر دي محامي الحكومة، يعني بالبلدي كده، يعني هي دي الهيئة القضائية المعنية. طبعا هي ليها فروعها في كل أجهزة الدولة، هي دي الهيئة المعنية. يعني لما يجي حد من حضراتكم يبتدي مثلا عايز يرفع قضية على الحكومة، سواء بيرفع قضية على وحدة محلية، على وزارة من الوزارات، بيتظلم مثلا من قرار مثلا فصل تعسفي، من قرار مثلا جائر يعني على غير سادة من القانون، أي كان الوضع. ففي النهاية من يمثل جهة الإدارة في الدولة المصرية هو بيكون عضو من هيئة قضايا الدولة. فهم القضاء يعني أعلنوا 2400 مستشار أعلنوا إضرابهم عن العمل لعدم الاعتراف في الدستور، وقالوا نحن هنسيب الحكومة بلا محامي، لأن هم دول على اعتبار أن في قاضي هو اللي بيحكم، ففي المحامي اللي هو بتاع يعني مقيم الدعوة، وبالتالي بيكون فيه بيمثل الدولة، الذي يمثل الدولة داخل الجهاز القضائي أو داخل المحكمة هو بيكون عضو هيئة قضايا الدولة. فهم يعني أعلنوا أن هم سيتركوا الحكومة بلا محامي في الأحكام. طبعا مفترض أن مستشاري قضايا الدولة هم من يمثل الحكومة باعتبار أن هي الخصم، يعني المحامين دول بيختصموا الحكومة في مسألة بطلان أو حل الجمعيات الأساسية. مفترض الدور الطبيعي لقضايا الدولة أن هم دول بيمثلوا الجانب الحكومي اللي هو هيدافع عن بقاء الجمعيات الأساسية. فبالتالي هنا الجمعيات الأساسية موقفها أصبح، طبعا يعني مش عايز أقول طبعا ده كلام قد لا يكون من ناحية قانونية سليمة 100%، لكن نظريا بيعتبر موقف الحكومة ضعيف، على اعتبار أن من كان يفترض فيه أن يدافع عن موقف الحكومة في بقاء الجمعيات الأساسية هم أعضاء هيئة قضايا الدولة، فهم انسحبوا والقاضي قرر تأجيل الجلسة ليوم 16 أكتوبر الجاري. أيضا في صحيفة الشروق في الصفحة الأولى، الشروق بتقول خناقة في مجلس الدولة على بطلان الجمعية التأسيسية، قضايا الدولة تنسحب من جلسة حل الجمعية، ودعوى قضائية ضد الغرياني لرفضه ضم الهيئة والنيابة الإدارية للسلطة القضائية. والخبر بيقول إن الجلسة شهدت انسحابا جماعيا من الدفاع عن الدولة، اعتبر إن مستشاري قضايا هيئة قضايا الدولة هم بيمثلوا جانب الدفاع عن الدولة، يعني هم دول بيمثلوا الجانب بتاع الحكومة، دول محامي الحكومة. فحصل انسحاب من الدفاع عن الدولة في الطعون التي تطالب بحالة تأسيسية، والانسحاب من الدفاع عن الحكومة وأعلنوا المستشارين أعلنوا أن هم هينسحبوا من الدفاع عن الحكومة في كل الطعون وفي كل القضايا الحكومية. يعني النهاردة الحكومة أصبحت بلا محامي،
المحامي الرسمي للحكومة هم هيئة قضايا الدولة، فهم أعلنوا أنهم بينسحبوا من هذه الجلسة وبينسحبوا من كل الطعون ومن كل القضايا التي تواجهها الدولة وفي خصوماتها مع كل الجهات، وبالتالي النهاردة أصبحت الحكومة تقريبا كده بلا محامي على اعتبار أن القضاء أعلنوا تعليق عملهم والإضراب يعني الإضراب عن العمل. أيضا صحيفة الصباح جريدة الصباح في صفحتها السادسة بتقول الأحزاب، ده خبر آخر بيتكلم عن المناقشات الجارية داخل الجمعية التأسيسية الخاصة بوضع الدستور الجديد، وهل هنكون احنا البرلمان المصري هو برلمان من مجلس واحد ام من مجلسين. فالخبر اللي معانا بيقول الأحزاب ترفض انفراد مجلس نيابة واحد بالتشريع فيما يعني الإبقاء على وجود مجلس الشورى ايا كان مسماه، سواء كان هيكون اسمه مجلس شورى ام مجلس شيوخ، هيكون الشعب اسمه مجلس شعب ام مجلس نواب. في النهاية استقر الرأي على الا ينفرد مجلس نيابة واحد ببرلمان، والبرلمان المصري سيشكل من غرفتين أو من مجلسين، هيكون نواب وشيوخ أو شعب وشورى أيا كان المسمى. في النهاية ده الموقف للأحزاب بتسجله إن هي بترفض أن يكون البرلمان المصري مكونا من غرفة واحدة. نصل أو نعود مرة أخرى إلى صحيفة الدستور في صفحتها الثالثة، وفي معنا خبر مهم جدا ياريت يكون معنا الخبر ده على الشاشة يا جماعة من الدستور، وبتقول الخبر بيقول تصريحات خطيرة لصحيفة جلوبال بوست الأمريكية أو الخبر هو معنا، وبيقول الدستور المصري الجديد أهدر قانون الحريات للفرد وحقوقه الأساسية. والحقيقة الخبر ده خبر مهم جدا ويذكرنا بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح، بيقول ان الدستور الجديد يعني هو بيمثل يعني لا يحترم بشكل او اخر حريات المواطن المصري او حقوق الانسان بشكل عام. فهنا الدستور بتنقل الخبر عن جلوبال بوست، بيقول الخبر بيقول سلطت صحيفة جلوبال بوست الامريكية الضوء على الرسالة شديدة اللهجة التي ارسلتها منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الى اللجنة العامة لصياغة الدستور المصري الجديد، قررت ان الوثيقة المقترحة للدستور الجديد تنتهك القانون الدولي والمعاهدات المتعلقة بالحقوق. وأوضحت الصحيفة أن رسالة المنظمات الحقوقية العالمية اللي هي Human Rights Watch أثارت حالة من الفزع بين طوائف الشعب حول الدستور المقترح، مؤكدة أنه فشل في حماية الفئات الضعيفة والأقليات مثل حقوق المرأة ودعم الحقوق الأساسية للفرد مثل حرية الدين وباقي الحريات بشكل عام. ده الخبر اللي الدستور بتهتم بيه أو بتنقله نقلا عن صحيفة جلوبال بوست اللي هي تنقلوا عن منظمة Human Rights Watch الخاصة به اللي هي بتحذر به بوضع الحريات وأنها سيحدث تراجع في مسألة الحريات في مصر في ظل هذا الدستور المقترح. الأهرام في صفحتها الخامسة بتقول فتح باب الترشح لإحلال أعضاء جدد في الجمعية التأسيسية بدل الاحتياطين. وفي الحقيقة هو عنوان الخبر مش دقيق، يعني هو الخبر يعني فتح باب الترشح لإحلال أعضاء جدد بالجمعية التأسيسية بدل الاحتياطين، على اعتبار حضراتكم عارفين إن الجمعية التأسيسية هي عبارة عن 100 أساسي و50 احتياطي. مفترض ان لما بيحصل اي انسحاب من اعضاء الاساسيين سواء كان هو بينسحب يستقيل من الجمعيه زي ما حصل من جانب السيده منال الطيبي نشاطها منال الطيبي لما اعلنت استقالتها فانسحبت مكانها فضل فبيطلع او بيتصعد واحد مكانها، او ان العضو اللي هو بيغيب خمس اجتماعات متتاليه بتسقط عضويته، فمفترض ان لما بيفضل مكان واحد بيطلع مكان واحد من الاحتياطي. فالخبر هنا يبدو في العنوان ان سيتم فتح باب الترشح لاحلال اعضاء الجنوب الاساسيه بدل الاحتياطيين، على اعتبار ان الاحتياطيين دول ان هم كانوا 50 بقوا 49 بقوا 45 بقوا 40 بقوا 30، كل ما يفضل مكان من فوق يطلع من تحت، فبالتالي الاحتياطي اللي هو بيبقى 50 ده هيقل. فالخبر هنا يبدو منه ان الاحتياطيين دول يعني هندخل بقى ناس مكانهم. هو في الواقع لما نقرا الخبر بيقول ان سيتم فتح باب الترشح لاعضاء الجنوب الاساسيه بدل المنسحبين مش الاحتياطيين، لكن هو العنوان بيقول احتياطيين، لكن هو مقصود بيه ان هم الناس اللي هينسحبوا من العضويه الاساسيه الاعضاء الاساسيين في الجمعيه، سيتم فتح باب الترشح بين الاحتياطيين اللي عايز يتقدم يكون فيه ترشح بحيث اللي ياخد اعلى الاصوات هو اللي يتم تصعيده في العضويه الاساسيه، وده هيكون خلال الجلسه اللي هتعقدها الجمعيه يوم الثلاثاء القادم. والاستاذ خير عبد الدايم مقرر لجنه الاجهزه الرقابيه بيقول ان اللجنه انتهت من وضع ثلاث أجهزة رقابية لمكافحة الفساد في الباب الخاص بالأجهزة الرقابية. الثلاث أجهزة دي هم الجهاز المركزي للمحاسبات، وسيتم استحداث حاجة اسمها المفوضية العليا لمكافحة الفساد، والبنك المركزي. يعني مصر مكافحة الفساد فيها هيكون من خلال ثلاث أجهزة، الجهاز المركزي للمحاسبات، وسيتم استحداث كيان جديد هيكون اسمه المفوضية العليا لمكافحة الفساد، ثم البنك المركزي باعتبار ان هو يعني الجهة الرقابية المنوط بها الرقابة على البنوك أو متابعة يعني الأداء المصرفي أو أداء البنوك. أيضا في الأهرام في الصفحة الخامسة خبر بيقول صلاحيات الشورى تشعل خلافات في الجامعات. في خلافات، الناس يقول لك لا ندوله صلاحيات، لا ما ندوله صلاحيات، بعض يقول لك لا ده لو ادينا صلاحيات هيكون قوة معطلة للتشريع أو قوة معطلة للأداء البرلماني. فيعني
يعني بعد ما استقروا الأعضاء على أن مجلس الشورى سيبقى أيا كان مسماه، في خلاف داخل بقى إيه بعد بقاء هذا المجلس، إيه صلاحياته؟ البعض بيقول طب ده المجلس ده ممكن يتم حله، فسيتم النص بشكل انتقالي في مادة انتقالية داخل الدستور على أن يبقى هذا المجلس إلا إذا صدر حكم المحكمة الدستورية بحله، فهيكون هنا في يعني وضع آخر. ونروح للشروق في صفحة 4، في الحقيقة أخبار يعني ثلاث أخبار مهمة في صفحة 4 في الشروق. الخبر الأول بيقول أحزاب ترفض تأسيسية الدستور وتتعاون معها على طريقة الصديق اللدود. الحزب بقى اللي هي يعني هو إيه يعني هو اللي هو يعني فيها معناه بالبلدي كده، لأنا طايقك ولا قادر على بعدك، يعني أنت مش طايقني من ناحية وفي نفس الوقت ما أنتش قادر على بعد، ما هو حاجة من اتنين، ما هو يعني أنت يا بتحبني ومقرب مني إما خلاص مش عايزني ونبتعد عن بعض يعني. لكن هي الأحزاب بترفض التأسيسية ومع ذلك تتعامل معها بمنطقة الصديق اللدود. والأحزاب دي هي حزب المصري الديمقراطي يقاطع جلسات الاستماع ويكتفي بإرسال مقترحات، يعني هو ما بيروحش جلسات الاستماع لكن مجرد بيكتفي إن هو يبعت الملاحظات بتاعته أو مقترحاته في أوراق مكتوبة. وحزب المصريين الأحرار بيقول الجمعية مليئة بالعوار، مطالبات للرئيس بإجراء حوار مجتمعي حول قانون الانتخابات. وأيضا خبر آخر، السلفيون يطالبون بتفعيل بما لا يخالف شرع الله في كل مواد الدستور، يعني كل مادة من مواد الدستور يقولك في الآخر وبما لا يخالف شرع الله، حاجة يعني والله يعني أنا يعني أقول نكتة يعني مش قادر أقول غير أن هي بتمثل نكتة. ما شفناش دستور في أي بلد حتى في السعودية نفسها اللي هي تمثل النموذج يعني النموذج الوهابي اللي هو الأمثل في ذهن السلفيين، مش مكتوب بما لا يخالف شرع الله، يعني مش معقول يعني زي عامل زي بيظهر فتوى وفي الاخر يقول لك والله اعلم، على اعتبار برضه ايه ان هو يعني بيقول ان انا اجتهدت، ده اجتهادي في حدود معلوماتي الشخصيه وفي الاخر ايه والله اعلم. يعني يا جماعه اذا ثبت لكم ان انا كان هذا الاجتهاد في حالم او كان بينتابه نوع من القصور في الرؤيه او في المعرفه او في المعلومه، ففي الاخر هو بيقول والله اعلم، يعني بيسيب باب متوالف زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه على الحاسه بتاعت الجنود اللي ماتوا دول، فبيقول لك لا توجد شبهه جنائيه حتى الان. هو ما قال يعني لان هو لو قال لا توجد شبهه جنائيه بس يعني معناه كده ان هو قفلها بشكل قاطع ان لا توجد شبهه جنائيه، فهو بيقول لك حتى الان، فبيسيب باب متوالف على اعتبار ان لو كان الظاهر بعد كده شبهات جنائيه فيقول ما انا كنت بقول حتى الان، يعني حتى تاريخ 9/10 او 10/10، وبالتالي فالباب قد يحتمل ان هو يفتح في مرحله ثانيه. فهم هنا عايزين يقول لك ايه في كل مواد الدستور يحطوا كده نص اسمه ايه بما لا يخالف شرع الله. يعني في الحقيقه انا مش عارف يعني 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 مش عارف اقول يعني بما يخالف شرع، يعني واضح ان في مشكله، يعني احنا سايبين مشاكل مصر الغرقانه زي ما الدكتور هشام قال، بيقول لك ان احنا غرقانين في ازمه اقتصاديه واجمالي حجم الدين حجم عجز الموازنه وصل 170 مليار ومش عارف، هو حصل تردي في قطاعات الصحه والتعليم والكلام ده كله، واحنا قاعدين ماسكين يعني متشعلقين في كده ما لا يخالف شرع الله، وكان هي دي الكلمه اللي هتخرج مصر يعني من كل مشاكلها. يعني مش عارف في الحقيقه في حاله افتعال شديده من الجماعه السلفيين في الجمعيه التاسيسيه، وده كان واضح حتى من اول يوم لما راحوا يعني ادوا اليمين القانونيه في مجلس الشعب، ان هم كانوا بيخترعوا قوانين جديده، عفوا بيخترعوا يمين جديده او يعني قسم جديد، يعني القسم بتاعه لك في الاخر بما لا يخالف شرع الله. يعني خبر تاني بيقول زوبعة في التأسيسية بعد وصف Human Rights Watch للدستور بأنه ضد الحريات. الدكتور صفوت البياضي رئيس الهيئة الإنجلية بيقول المسودة أهدرت الكثير من حقوق المرأة. والأستاذ محمد أنور عصمة السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بيقول أو بيطالب بإعادة المداولة على مواد الحريات. واضح أن مواد الحريات دي فيها مشكلة كبيرة، السادات بيطالب بإعادة النظر في الحريات، والدكتور صفوت البياضي بيقول إن هذه المسودة المقترحة للدستور أهدرت الكثير من الحريات وخاصة حقوق المرأة. وده بيؤكد ما قالته Human Rights Watch وما نشرته صحيفة الدستور المصرية بأن الدستور المقترح بيمثل انتكاسة أو تراجعا أو ردة في يعني البند الخاص بالحريات. وده كان موضوعنا الأول في حلقتنا النهاردة، وهو موضوع الدستور الجديد سواء من خلال أزمة الدستور جوه الجمعية التأسيسية والخلافات اللي حصلت داخل الجمعية التأسيسية بشأن منصب نائب الرئيس، استقروا على منصب نائب الرئيس بس مش كله صلاحيات، مجلس الشورى بس مش عارفين نديله أنهي صلاحيات، طيب مش عارف المواد ويقول لك مما خلاف شرع الله. والجانب الآخر اللي هي الأزمة ما بين المستشار حسام الغرياني من جهة وأعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة من جهة أخرى، ومحكمة قررت تأجيل الجلسة ليوم 16 أكتوبر القادم لمزيد من السماع وتمكين المحامين من الاطلاع على المستندات اللي هم عايزين يطلعوا عليها. موضوعنا الثاني في حلقتنا النهاردة هو موضوع شهداء سيناء، وأنا عايز أقول لحضراتكم إن أنا لن أمل في هذا البرنامج ومن خلال كتاباتي في صحيفة الجمهورية وفي أي صحيفة أخرى ممكن أكتب فيها، لن أمل عن المطالبة بتحقيق فوري وعادل وسريع وشفاف
واقول شفاف قبل اي حاجه، يهمني يكون في تحقيق شفاف قبل ما يكون سريع وفرع وعادل في ملابسات مصرع هؤلاء الجنود. الناس دول الجنود دول ال 48 واحد اللي كانوا راكبين عربيه الامن المركزي دول ما كانواش رايحين يتفسحوا، دول شهداء بكل معنى الكلمه، دول كانوا رايحين علشان يحموني ويحموك لا معنى اطلاقا. يعني في حقيقه لما يطلع بيان من الداخليه يقول لك اصل سر ارتفاع عدد الوفيات العربيه كانت مليانه، في الحقيقه ده تفسير اقبح من الذنب، زي ما نقول بالبلدي كده عذر اقبح من ذنبه، ده تفسير للاسف ده تفسير اقبح من الذنب، هو تفسير بيمثل ادانه لوزاره الداخليه ولوزير الداخليه الذي يجب ان تكون هناك محاكمه للمسؤول عن 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 عمليه الحشر اللي حصل في العربيه دي كلها. ونفاجئ سواء كان الحادث هو حادث ارهابي في مرسمين ضربوا نار على العربيه، ولا العربيه وقعت من فوق منحدر ارتفاع 70 متر زي ما الدكتور هشام قنديل بيقول. في كل الاحوال اللي حصل ده يعني اعتقد ان دماء الشهداء دول يعني تستحق يعني ان احنا نهتم بها اكتر من كده. هي رايه صح ان نتعامل معها لانها دماء رخيصه، هي دماء غاليه تماما على 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 كل مصري. وانا لن امل من الحديث عن موضوع شهداء سيناء، وان انا يعني بكل ما يتاح لي ان انا في كل حلقه هقدمها هخصص لهم ملف خاص جوه الحلقه، بند خاص جوه الحلقه، فقره جوه الحلقه اتحدث بين يعني لتسليط الضوء على كل المتابعات الصحفيه الخاصه بهذا الموضوع. في الحقيقه الشروق في الصفحه الاولى بتتكلم عن الجنازات اللي شهدتها مصر في عدد من المحافظات، والخبر في الصفحه الاولى بيقول مصر تودع شهداء الامن المركزي قنديل وجمال الدين اللي هو وزير الداخليه يزوران المصابين، والنيابه تعلن انه لا شبهه جنائيه حتى الان. دكتور هشام قنديل راح مستشفى الشرطه في العجوزه وهو بينفي ضلوع ملثمين في الحادث، والحادث ده كان وقع في منطقه اسمها منطقه الكونتيلا. وبيقول الدكتور هشام قنديل ان العربيه هوت السياره من ارتفاع 70 متر، يعني العربيه كانت ماشيه في حته عاليه كده، العربيه انحدرت فلقت نفسها طايره في الهواء كده 70 متر. تخيلوا كده لو حد من حركه بيركب اسانسير، وبنتكلم اسانسير مثلا بتبقى طالع عماره ارتفاع يعني 4 5 ادوار، يعني بتتكلم في 10 12 13 15 متر، وتلاقي الاسانسير ده لو اسانسير شديد شويه فهو طالع كده بيقوم يشدك يسحبك، او هو نازل بيك كده تحس كده ان الواحد ايه قلبه بيتاخد، او انت مثلا سايق عربيتك فنازل بسرعه كده من على كوبري ولا حاجه تحس ان الواحد ممكن احيانا قلبه بيتاخد كده، ما بالك بتتكلم في عربيه فوق منطقه عاليه فوق ربو عاليه وعلى سهم كده العربيه دي قامت اتزفلطت كده ولا اتدحرجت وقعت في الهواء طارت 70 متر، لدرجه ان بيقولوا الاتحاد بتقول ان العربيه لما وقعت من ارتفاع 70 متر الى منخفض بجوار الطريق بدت اكنها كوبه من الحديد، حته كده كتله حديد ملهاش ملامح، لدرجه ان حتى اهالي المنطقه من البدو واهالي المناطق الحدوديه يعني وجدوا صعوبه شديده في ان هم يطلعوا يعني يستخرجوا جثث من داخل يعني من داخل العربيه، طبعا بعد علبه صفيح كده مقفوله كده وواضح انها كانت يعني مقفوله قفله محترمه يعني، ووقعت بقى ودبت على الارض كده بقى اللي اتخبط واللي وقع فوق الثاني واللي عمل يعني اللي طبعا يعني هي في النهايه كلها اعمار، لكن في النهايه يعني ايماننا وتسليمنا بان الاعمار بيد ربنا وان دي كلها اقدار كل انسان يعني بيشوف اللي ربنا كاتبه له، لكن ده ما يمنعش ان احنا نطالب بان يكون في تحقيق ونمهمل ينال جزاؤه، واذا كان في اهمال في تقصير في لا مبالاه في اي شيء من هذا الامر يعني في النهايه كل ده ما يصحش ان احنا يعني ان احنا نسكت عليه. التحرير في صفحتها الاولى في الحقيقه في خبر مهم جدا التحرير بتقوله، وانا يعني هنقله لحضراتكم في صوره، يا ريت يا جماعه لو الصوره دي معانا. الصوره اهي، ادي صوره كومه حديد، كومه كده حته كتله حديد واقعه ملهاش ملامح، وادي الناس هم اهالي المنطقه متلمين عليها. وبتقول التحرير جثامين جنود الامن المركزي لم تعرض على الطب الشرعي، خد بالكم من العنوان ده كويس، جثامين جنود الامن المركزي لم تعرض على الطب الشرعي. طب ليه يا اخوانا ده اللي بيموت في حاسة على الطريق بيروح الطب الشرعي بيجي يشوفه بيعمل ميه تقرير طبي، يعني واحد ماشي بيعدي طريق ولا واحد سايق موتوسيكل ولا حصل له اي حاجه يعني ايا كانت الوفاه ودخل مستشفى بيجي طبيب شرعي يشوف يكشف، مش معناه انه هيشرح لي لكن لازم في طب شرعي يكشف يشوف الجثه دي حالتها عامله ازاي يعني. وفي مصدر بيقول لصحيفه التحرير الحرص على عدم تشريح الجثامين يؤكد ان الحادثه جنائيه. هنا في علامه استفهام كبيره كده، علامه استفهام كبيره، ليه هذه الجثث لم يتم تشريحها؟ ليه هذه الجثث اهو السطر اهو معانا على الشاشه، ليه هذه الجثث لم يتم تشريحها او لم يتم عرضها على الطب الشرعي عشان نعرف دي ماتت ازاي؟ هل هي ردود وكدمات ومثلا كسور في العظام او شيء من هذا القبيل ماتت متاثرين بكده على اعتبار ان المفروض ان العربيه يعني وقعت والناس دي بقى يعني اتخبطت جوه العربيه، ولا بنتكلم ان يعني بحسب ما التقارير بتقول ان كان في رصاص كان موجود في جثث الشهداء دول؟ يعني اذا كان في رصاص في جثث الشهداء اذا ما بنتكلمش في العربيه وقعت، احنا بنتكلم ان في بقى حاجات اخرى بنسمع عنها. وانا طبعا يعني اربق بنفسي وبالقناه ان احنا نكرر روايات طبعا يعني هي حتى الان هي غير موثوق فيها او غير يعني
لم يتم التحقق من مدى مصداقيتها، لكن في كل الأحوال إن جثث الشهداء دول لم تعرض على الطب الشرعي، وإن كان في حرص على عدم عرضها على الطب الشرعي بحسب ما بيقول مصدر على مسؤولية صحيفة التحرير اللي احنا بنقل عنها هذا الخبر. وفي الحقيقة ده كلام مهم جدا. الجمهورية في صفحتها الأولى بتقول الجمهورية التقارير الطبية وتصريحات رئيس الوزراء تؤكد، يعني هي الجمهورية برضو بتنشر الخبر برضو التحفظ، يعني هي بتقول الكلام ده هو من خلال التقارير الطبية وتصريحات رئيس الوزراء، يعني الكلام ده هم اللي بيقولوه. لا شبهة جنائية في حادث الأمن المركزي بسيناء، قنديل زار المصابين زي ما حضرتك شايفينه كده هو على الشاشة في الصورة بمستشفى الشرطة، وأمر بتوفير أقصى درجات الرعاية. والله يا فرحتي، أنا كان نفسي نوفر أقصى درجات الرعاية دي وإحنا رايحين نبعتهم وهم يعني رايحين علشان يقدموا مهمتهم المقدسة، وأنا أصفها أنها مهمة مقدسة. الجندي اللي سايب بيته وسايب أهله، وهنشوف النهاردة في الشروق في قصص إنسانية، اللي كان سايب خطيبته علشان يعني متفقين إنه هيجي هيكتب عليها ولا هيدخل ولا مش عارف بعد كام شهر، الكلام ده كله طبعا ده خرج ولم يعد. في الحقيقة يعني إذا كان رئيس الوزراء بيأمر بتوفير أقصى يعني درجات الرعاية، أنا أرى أن هذا لا يكفي. أقصى درجات الرعاية كان يجب توفيرها وهم حال نقلهم بعربيات الأمن المركزي لمناطق هم كانوا رايحين لها، مش بعد ما خربت مالطا وبعد ما الناس ماتوا وبعد ما اتعور اتعور واللي مات جينا نوفر أقصى درجات الرعاية. يعني ما احترامي كامل طبعا لرئيس الوزراء ويعني لجهوده، لكن الموضوع في الحقيقة محتاج يكون يعني محل تحقيقات. الصباح في صفحتها الثالثة برضه تصريح للدكتور هشام أنديب بتقول قنديل ينفي تورط إرهابيين في مصرع جنود الأمن المركزي، برضه ده أحد التصريحات اللي قالها أثناء زيارته ليهم. وصفحة الستة هنا بقى المشهد الصعب المؤثر، صفحة الستة التحقيق الصباح بتقول حشود تستقبل جثامين شهداء سيناء، المجند هشام التلاوي كان يستعد لإتمام زواجه، وأصدقاء بيقولوا إن هو كان بيساعد والده في تعليم أشخاص. هنا بقى دي قصص إنسانية بقى، يعني هو ده مجند كان بيستعد إنه يتجوز، وكان يعني مفروض إن يكون في فرحة كانت تنتظر أسرة أو عائلة مصرية بعد كم شهر، يعني بعد ما خلص فترة الجيش بتاعه طبعا. لا يعني ربنا ما قررش إن الفرح ده يتم، وإن مش كده بس، ده كان حتى كمان كان هو أحد مصادر دخل الأسرة، مساعدة الأسرة، إنه كان بيساعد والده الكبير في إن هو يعلم إخواته. وأيضا في مجند آخر اللي هو ابن الشرقية قرية السلمون، يعني المجند إسماعيل السيد عبد الرحمن ده 20 سنة ابن الشرقية، طلب من والده انتظاره ليحصد معه الأرز، والده راجل مزارع بيزرع رز، فقال له السنين عم خلص بس وانزل أجازة هحصد معك الأرز. وعبد الرحمن وعد زوجته الحامل بالزيارة، وطبعا لم تتم الزيارة ورجع له في صندوق في تابوت كده عشان يعني خلاص يعني. وشهيد الأمن المركزي بالمنوفية حضر زفاف شقيقته أخته يعني يوم الخميس اللي فات، وسافر يوم الحد واستشهد يوم الثلاث. يعني يوم الخميس كان فرح، يوم الحد سافر، يوم الثلاث جالهم خبره وشيعوا جنازتهم اللي هو يعني امبارح او يوم 9 اكتوبر اللي هو يوم الثلاث. ودي يعني قصص انسانيه الصباح بتنشرها. الاهرام في الصفحه الثالثه بتقول في حادث مصرع 22 مجندا بشمال سيناء، التحقيقات بتقول ده الكلام ده بيقولوا على مسؤول اتحاد، يعني انا الكلام ده انا لا باكده ولا هنفيه، معلش مع يعني ارجوكم كده اعذروني النهارده، انا الكلام ده بقوله وبحط عليه علامه يعني بحط عليه تحفظ. التحقيقات بتقول انفجار اطار السياره ادى الى انقلابها عده مرات، ان حصل انفجار في كاوتش العربيه عمل هو اللي خلاها اتقلبت عده مرات، وبالتالي العربيه طارت من فوق المنحدر ده ووقع 70 متر. جنازات شعبيه للضحايا في الدقهليه والشرقيه والغربيه. والشروق في الحقيقه بتتميز النهارده بصفحه يعني هي يعني بتسلط فيها الضوء على البعد الانساني يعني للمأساة. ما هو المأساة دي هي كانت مأساة طبعا يعني بكل ما كده، كان في بقى في اللمسه الانسانيه بتاعت المأساة بقى جوه الاسر نفسها. والشروق في صفحه 5 بتقول في التحقيق المتميز، يا عزيز عيني الشرطه خدت ولدي، يوميات جندي امن مركزي على الحدود مريض جعان خايف. يعني جند ده الكلام ده زي ما شروق بتقول، جند الأمن المركزي اللي قاعد على الحدود في أهم منطقة بيأمن بيها بلده قاعد جعان مريض مريض جعان خايف. هل الكلام ده يا جماعة في ضمير إنساني يقبله؟ هل في ضمير إنساني يقبل بلاش حتى إنه على الحدود إنسان يكون عايش مريض جعان خايف؟ عايزين منه إيه في الآخر؟ واحد مريض وجعان وخايف، وفي الآخر عايزينه يدافع عن بلده؟ واحد مريض وجعان وخايف عايزينه يبقى قاعد مفتح مفنجل كده وحاطط عينه في وسط راسه يقول دي بلدي والكلام ده كله، وبنتكلم في الولاء والانتماء ومصر، مصر هي امي ومصر هي خالتي ومصر هي مش عارف هي الكلام ده يعني ما يصحش بقى. يعني يا جماعه احنا محتاجين نكون في مصارحه، ومعلش وما تزعلوش مني المصارحه مطلوبه حتى لو كانت جارحه، محتاجين نصارح نفسنا.
يعني ده احنا بنتكلم ألف ب في منظومة الأمن القومي المصري تأمين الحدود. ألف ب ألف ب أنا مش بتكلم بقى في الأمن القومي بمفهوم الشامل بقى، بنتكلم في منظومة الصحة وحماية الجبهة الداخلية وكشف الشبكات الجاسوسية وعدم اختراق مؤسسات المجتمع بالتمويلات بالأموال القذرة وعدم اختراق مش عارف تسريب معلومات والكلام ده كله، يعني دي كلها بتمثل تحديات لمنظومة الأمن القومي. لكن أنا بتكلم في ألف ب يعني للأمن القومي المصري في أبسط وأدنى مستوياته، إنك بحاطط فرض أمن على حتة معينة بتقول من فضلك واقف أهو، خد بالك من الحتة دي، الفرد الواقف ده هو واقف مريض وجعان وخايف، تنتظر منه ايه؟ بس انا ده سؤال انا يعني بطرح كده علامه استفهام، وحضراتكم بقى كل واحد يجاوب معرفته يعني. والشروط بتقول الطريق الى الحدود يبدا من قهوه في المرج ووسيله المواصلات اللوري الزرقاء العطلانه، والامن المركزي يعني هو الشروط بتوصفه ان هو ده ضريبه الفقر التي يسددها الغلابه للوطن. وزير الداخليه يعني بيقول نقدم اغلى ما لدينا للمصري. طب يا اخي نقدمهم، بس نقدمهم لما يموتوا شهداء، حد ضرب عليهم مثلا نار في على الحدود، مش ده احنا بنقدمهم، ده احنا بنقدمهم بايدينا، ده احنا يعني ده احنا بالمعنى ده كده يعني. في الحقيقه هو وزير الداخليه يعني بيقول يعني هو عنوان بلاغي للاسف الشديد، هو مجوف من محتواه يعني. وزير الداخليه قال وزير الداخليه اللي هو احمد جمال الدين ان الشهداء من رجال الشرطه الذين يضحون بارواحهم، هم ما ضحوش، هم غلابه. هو يعني اللي ضحى لوحده ان ده واحد واقف على جبهه وبيدافع عن بلده فمات، لكن هو بيقول لك الذين يضحون بارواحهم، ده انتوا ضحيتوا بيهم، مش هم اللي ضحوا بارواحهم مع احترام يعني للاسف، خلال اداء عملهم في المواجهات ضد الخارجين على القانون، هم اغلى ما تقدم الوزاره لهذا الوقت. طبعا دول ما لناش علاقه بالحادثه بتاعت سينا، الحادثه دي ناس راكبين عربيه اتقلب بيهم العربيه زي ما الدوله بتقول، او العربيه دي حصل اعتداء عليها بشكل او باخر، وحتى لو كان في اعتداء على العربيه بشكل او باخر المفروض العربيه يتم تامينها، دي عربيه شايله جنود المفروض يكون في قوه مراقبه. ده لما يكون في اتوبيس سياحه ماشي على كورنيش رايح فندق بيوصل سياح من الاول عربيه شرطه سياحه، يعني سبحان الله. يعني هو المصري برخيص للغايه يا جماعه في البلد بتاعته، يعني هل اصبحنا رخاص؟ يعني السائح اللي جالي من روسيا عشان يصرف لي مش عارف ينزل لي الليله في الغردقه ب 10 دولار ولا الليله في شرم الشيخ ب 5 دولار، المصري اللي بيحاول يفكر كده نروح الغردقه ولا شرم بيتذبح كده من الاخر، روح خد الليله هناك ب 600 جنيه و900 جنيه وحاجات من هذا القبيل من بهذا الشكل يعني. يعني في النهايه السائح اللي جالي ده هو ماشي كده وراه عربيه حراسه كده وقوه تامين وعربيه قدامه وعربيه وراه، والعسكري اللي انا رايح اوديه على الحدود مش عارف امنه، يعني سواء كنت امنه انه يركب عربيه نظيفه وعربيه محترمه ما يكونش فيها بالكثافه اللي حصلت دي، او ان امنه تامين مباشر ان انا بمشي مع عربيه ثانيه تامنه عشان لو حصل ان الناس طلعوا عليهم ضربوهم وعملوهم. في الحقيقه يعني انا اختلف مع تصريح وزير الداخليه، هذا التصريح لا يصح ان يقال، اعتقد ان كان اولى على وزير الداخليه ان يقول ان احنا بنتعهد بتحقيقات فوريه هنحاسب فيها اي انسان او اي مسؤول في الداخليه تورط في هذا الحادث سواء باهمال او بسوء تدبير او بقصد او بدون قصد او باي شيء. في النهايه دماء الشهداء دول لا يجب ان تضيع، وانا بتعهد امام حضراتكم ان انا من خلال هذه القناه المحترمه ومن خلال كل الكتابات في الجرايد بكتب فيها انا لن اسكت حتى يتم يعني فتح التحقيق اللي احنا كلنا كمصريين بننتظره، لان في النهايه دول هم قطعه غاليه، هم جزء غالي من جسد يعني من جسد مصر. ده كان ملفنا الثاني هو ملف شهداء سيناء. في عندنا مجموعه اخرى من الاخبار المتفرقه هنقولها يعني بسرعه، نروح لصحيفه الدستور، والدستور في الصفحة الثالثة بتقول الدستور الاعتصامات والمظاهرات تحاصر مجلس الوزراء، ده اللي الدستور بتقوله في الصفحة الثالثة. الوفد في صفحتها الأولى بتقول أيضا أربع مظاهرات فئوية تحيط بمقر مجلس الوزراء بمقر رئاسة الوزراء، الأربعة دول هم عبارة عن اعتصام أوائل الجامعات الشهادات الأزهرية، واعتصام لعمال شركة النيل لحليج الأقطان في المنيا، واعتصام لعمال شركة غاز مصر بأسوان، ده الوفد بتقوله، ومعلمو الصم والبكم بوزارة التربية والتعليم، دي أربع مظاهرات فئوية أحاطت بمجلس الوزراء. نرجع مرة تانية للدستور، والدستور في صفحة 3 بتقول ألحان جنائزية ونصب تذكاري في ذكرى أحداث مسبيرو. وفي الحقيقة هي الدستور من خلال تقرير صحفي متميز بتنشره، في الحقيقة يعني هو ده نموذج فعلا لفن التقرير الصحفي، مش مجرد خبر، هو فعلا هي بتلقي أولا خلفية تاريخية عن الأحداث، بيقول إن دي كانت بدأت بأحداث كنيسة المارينابل في أسوان اللي كانت يعني اتبنت وتم هدمها أو تم هدم أجزاء منها، وبعدين التصريحات المستفزة اللي أطلقها محافظ أسوان ضد المسيحيين وإحنا مش عارف إيه والكلام ده، وبعدين اللي حصل إن كان يوم الأحد 9 أكتوبر خرجوا الأقباط في مظاهرة سلمية اسمها مظاهرة الغضب القبطية أو مظاهرة الغضب القبطي، يعني أقباط خارجين من دوران شبرا عاملين مظاهرة الغضب القبطي. أنا بمنتهى الأمانة ودي كلمة والله ربنا يعني أشهد ربنا يشهد عليها، أنا شفت بنفسي اليوم ده يوم الحد 9 أكتوبر سنة 2011
أنا هذا اليوم شفته بعينيا الاثنين، وشفت المظاهرة وهي خارجة، شفت المظاهرة وهي خارجة من دوران شبرا، وجات فضلت ماشية كده هو دخلت على القرية وبعدين على أول شارع الجلاء وجم عند جريدة الجمهورية وهم ماشيين شايلين الصلبان، وشفت بنفسي يكون الراجل وخارج معاه مراته وولاده، يعني دي مظاهرة سلمية بكل المقاييس. لا يمكن واحد هيكون في نيته شر يطلع ياخد ولاده معاه، مش ممكن. يعني انا لو انا خارج في نيتي شر ان انا داخل في معركه او في مجزره مع واحد مش هاخد ولادي، يعني ابن طفل صغير كده عنده 5 سنين ولا 3 سنين هاخد عشان اعوره ولا هاخد عشان اموته؟ مش مستحيل انسان عاقل يفكر بده. انا هذا الكلام شفته بنفسي. يمكن في الحقيقه انا الكلام ده بقوله لان الدستور فعلا النهارده، وانا بوجه تحيه للاستاذ رضا ادوار رئيس مجلس الاداره، فعلا الدستور فيها تقرير يعني صحفي متميز بكل المقاييس. يعني بيقول التقرير بيلفت يعني بيلقي الضوء على خلفيات المشهد ده كله، والكلام ده يمكن ذكرني انا اكاد اتخيل اليوم ده وكانه كان امبارح. 800 واحد خرجوا وقالوا وراح ابلغوا وزاره الداخليه ان احنا يا جماعه خارجين عشان كذا، والكلام ده من يوم 4 اكتوبر، يعني هم خرجوا من 9 اكتوبر، من يوم 4 اكتوبر خرجوا وبعدين راحوا عند مشوا شارع الجلاء. بعدها بشويه انا بقى شفت بنفسي بعد كده المناوشات، خرج بقى مظاهرات مضاده ليها برضه جت وراها مناوشات واحتكاكات وهتافات مضاده، راحوا عند محيط او عند مكان ماسبيرو، بدا بقى تحصل مناوشات كده هناك عند مبنى ماسبيرو، فكان فيه عناصر ماجوره وبمنتهى الامانه كان هدفها احداث الوقع بينهم وبين قوات الجيش اللي موجوده. بدا بقى يحصل مطارات في محيط ماسبيرو، ويعني في الحقيقه يعني حصل الاحداث المؤسفه، ويعني لقينا طبعا يعني مركبات للاسف الشديد المجنزرات والمركبات اللي كانت بتدهسهم كده على الارض، لغايه في النهايه 126 شهيد مسيحي، في الان عاوز 26 شهيد مصري مسيحي الديانه اشهرهم الشهيد مينا دانيال. وزي ما الدستور بتقول هو كان بتحمل مظاهره اسمها يوم الغضب القبطي، وكانوا رافعين شعار بيقولوا يعني هتافات بيقولوا شعارنا واحد غيره ما فيش، احنا نموت كنايسنا تعيش، والشعار الثاني يا طنطاوي ليه مش سامع الكنيسه زي الجامع، واي مله واي دين مصر لكل المصريين، ومن اسوان لاسكندريه الاقباط دايما ضحيه، ومصريين مسيحيين مصر بنا ليوم الدين. دي الشعارات في الحقيقه يعني انا بحيي زمايلنا احمد جمال الدين وباسم لبيب اللي هم فعلا قدروا ان هم يسترجعوا كل اللي حصل ده في هذا الموضوع اللي يعني اللي بيقدم يعني اللي حصل للاسف في هذا اليوم الدامي الاحد الاسود او الاحد الدامي. ايضا الدستور في صفحتها الثالثه جهاز الكسب غير المشروع يخلي سبيل حسن حمدي. حسن حمدي هو مدير وكاله الاهرام للاعلان، مدير اعلانات الاهرام، وهو في نفس الوقت رئيس النادي الاهلي، بكفاله 2 مليون جنيه ويامر بمنعه من السفر بتهمه الكسب غير المشروع. وايضا الجمهوريه في صفحتها الاولى الخبر بيقول حسن حمدي قضى ليله باسم السيده ودفع مليوني جنيه وخرج، منع رئيس النادي الاهلي من السفر والتصرف في امواله، ضبط واحضار ابراهيم نافع في قضايا الكسب غير المشروع. ده اللي الخبر بيقوله. احنا في النهايه يعني بنشر بنذيع الخبر من على منشور الصحف، الخبر هو مشروف في الجمهوريه، مشروف في الدستور، مشروف في كل الجرايد، واعتقد هتلاقوا الاهرام بتاع بكره نفسها هتلاقيها نشر هذا الخبر. يعني المساله كلها احنا بننشر اخبار لا علاقه لنا بهذه الاحداث، نحن نحترم كل صحافه مصر، لان في النهايه اي انسان يسعى لاحداث الوقوع بين اي صحيفه اخرى هو انسان غير سوي، يعني لا مجال لاحداث الوقوع. كل صحافه مصر في النهايه هي منظومه واحده هدفها ان هي خلق الوعي لدى القارئ المصري. الاهرام زي الجمهوريه زي الاخبار زي كل صحف مصر لا تفرق ولا تميز بين اي صحيفه اخرى. ان كان في فساد حصل في احدى المؤسسات الصحفيه، او انا هو فساد لم يستثني اي مؤسسه صحفيه، يعني وان كان ده بدا بابرين نافع اعتقد الفتره الجايه يعني المساله كده ايه العقده هيقر وهيجي هيروح على مؤسسه ثانيه اخرى، وهنكتشف كثير من قضايا الفساد اللي ما استثنتش اي مؤسسه من اخرى. يعني الجمهورية أيضا في صفحة واحد بخبر بيقول إسقاط جميع غرامات الأرز وحفظ المخلفات أو المزادة لتصدير 100,000 طن بحضور كل المصدرين. والجمهورية في صفحة ثلاثة بتقول في زيارة وصفها الأوغنديون بالتاريخية، مرسي شارك أوغندا احتفالتها بعيد الاستقلال، وفرقة الطبول النوبية قدمت عرضا تكريما لمصر. والأهرام في صفحتها الأولى أيضا في المنشط الرئيسي بتقول مرسي من أوغندا يعيد مصر لدول حوض النيل، يعني الرئيس مرسي من خلال أوغندا هو بيعيد مصر لدول حوض النيل. والأهرام في الصفحة الأولى في خطة مقترحة لترشيد الدعم على المواد البترولية، بتقول الخطة دي اللي هي في وزارة البترول يعني حاليا بيكشف عنها المهندس أسامة كمال وزير البترول، بيقول بمقتضى الخطة دي سيتم منح كل أسرة 150 لتر بنزين للأسرة شهريا و900 لتر سولار للسيارة الأجرة. يعني أنا عندي عربية، يعني أسرتي كده كلها على بعضها، بخلال احنا عندنا عربية واحدة لينا 150 لتر بنزين في الشهر، وده بسعر مدعم. أكتر من كده بقى ابتدي أنا إيه
أيوه بقى بالسعر الحر بتاعه. وأيضا في الأهرام في حوار في صفحة 4، وزير الإعلام الأهرام خبر في الصفحة الأولى بيقول المال السياسي يحرك بعض الفضائيات لإسقاط الدولة، يعني هو بيتهم بعض الفضائيات إن هي بتعمل ضد الدولة. نروح للوفد في صفحتها الأولى، والوفد بتقول الأنبا كيرلس أسقف ميلانو يعتذر عن عدم الترشح البابوية. الأنبا كيرلس أعلن انسحابه من الترشح، وبيقول إن هو مرتبط بأبرشيته اللي هي ميلانو وبشعبه، وإن هو بيرى إن في كثير من الآباء الرهبان والأسقفة يعني قد يكونوا هم أكثر يعني استحقاقهم. يعني طبعا ده تواضع من الأنبا كيرلس يعني في كلامه. الصباح في صفحتها الأولى خبر بيقول السجون ترفض تنفيذ العفو الرئاسي. الرئيس مورسي كان أصدر قرار بالعفو عن كل معتقل الثورة، فمصلحة السجون يعني أرجاء تنفيذ القرار انتظارا للقرار من النائب العام ورئيس القضاء العسكري ومساعد وزير الداخلية للسجون اللي هو محمد نجيب، بيقول إن إحنا سنعيد هذا القرار مرة أخرى لمؤسسة الرئاسة عشان يوضحون إيه المعايير الإفراج، لأن بيقول لك في عندنا من ضمن المسجونين في أحداث الثورة في ناس متورطين في أحداث حريق المجمع العلمي المصري، وناس متورطة في قضايا بلطجة وقضايا سلاح. فبيقول مساعد وزير الداخلية بيقول لن نفرج عن متهمين أحرقوا المجمع العلمي وأسرقوا الأسلحة. يعني ما هو طبيعي برضه مش هي يعني مش عاطل في باطل. يعني الرئيس مرسي أصدر قرار عن معتقل الثورة، معتقل الثورة ده ما يصحش البلطجي اللي راح حرق المجمع العلمي اللي هو بيحوي ذاكرة مصر وتاريخ مصر يتم الإفراج عنه ويستفيد من هذا العفو. يعني أيضا في الصباح في الصفحة الأولى القبض على زعيم عصابة خطف الأقباط بنجا حمادي، ده اسمه صبرة أحمد الطقي، وده كان خطف 22 قبطي 22 مواطن قبطي في نجا حمادي. أنا بضحك لسبب بسيط، يعني الأقباط يروحوا فين؟ يعني الأقباط في سيناء بتهجرهم من رفح ويمشوا من هنا، واللي هي وضرب نار عليهم والناس خايفين ومزعولين من رفح وعايزين يروحوا العريش، ويعني بيحاولوا يلصموا الدنيا في رفح. طيب ادي رفح ماشي على الحدود ومنطقه حدوديه وفي جماعات السلفيه الجهاديه والجماعات التكفيريه واللي جاي من غزه واللي جاي من هنا واللي جاي من البلد الازرق ماشي. طب الأقباط بتوع نجا حمادي، يعني عصابه في نجا حمادي اهو، الراجل اسمه صبر احمد الطاقي ده خطف 22 واحد قبطي. في الحقيقه هو وقع ازاي بقى؟ وقع ان ولاد عمامه كانوا بيقسموا معاه فاختلفوا على التقسيمه. يعني الخبر هنا بيقول ان هنا رئيس المباحث في مديريه امن المنيا بيقول لك ان هم وقعوا لما اختلفوا على التقسيمه، كانوا بياخدوا فديه على كل واحد فهم بيقسموا اختلفوا فهم اللي واشوا بيه، وتم ضبط هذا المجرم في منطقه المرج هنا في القاهره، وجت قوه من مديريه امن هنا وقامت بترحيله مره اخرى وودع تم ايداعه يعني في سجن هنا العمومي. والصباح في صفحة 3 خبر يعني برضو لطيف بيقول قرار جمهوري بإنشاء وزارة للقرية خلال أيام، وبيقول إن انتهت وزارة التنمية المحلية من وضع اللمسات النهائية على مشروع إنشاء وزارة للقرية تنفيذا مسؤول قرار جمهوري. أنا في الحقيقة مش فاهم هي الوزارة دي هتكون شروطها إيه بالظبط، التنمية المحلية بتعمل إيه؟ يعني النهاردة أنا بتكلم في محافظة زي القليوبية أو الدقهلية أو الغربية أو أي محافظة، في أي محافظة فيها مدن وفيها قرى، هيكون مثلا وزير التنميه المحليه هو وزير المدن وفي عندنا وزير تاني اسمه وزير القرى؟ انا مش عارف يعني ايه وزاره القريه، انا مش فاهم يعني طب وزاره القريه دي هتكون معنيه بالقرى ولا القرى والنجوع ولا القرى والنجوع والكفور مثلا يعني؟ وبالتالي يعني انا عندي في القلوبيه مدينه، انا من مدينه اها مدينه، طب في عندنا بعدنا ب 2 كيلو قريه اسمها الحسنيه دي مرتبطه بالوحده المحليه مدينه اها، هل هتكون مدينه اها تابعه لمحافظة القليوبية اللي هو بيخضع على وزير التنمية المحلية في حين ان قرية الحسنية هتكون خاضعة على وزير اخر اسمه وزير القرية؟ انا في الحقيقة انا يعني لا افهم يعني جدوى انشاء مثل هذه الوزارة. والدستور في صفحة 3 في قضية التلاعب بالبورصة، شاهد الاثبات من ضمن المفاجآت شاهد الاثبات يتحول الى نفي، والديب يطلب اخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك. الحقيقة شاهد الاثبات راح يتكلم ففوجئ ان الكلام اللي بيقوله هو كان بيصب في مصلحة علاء وجمال مبارك، لدرجة ان رئيس المحكمة يعني كلف اعضاء الفريق بتاع النيابه اللي هو بيراجع قضايا، قال لهم يا جماعه راجعوا قضايا مره ثانيه واكتبوا تغيير ثاني وحددوا لنا بالظبط مين تلاعب وتلاعب بايه واخد ايه، وحددوا لنا المسؤوليه، واعتبروا ان ما قرروا شهد الاثبات هو كلام يعني ملوش قيمه يعني قانونيه. وايضا في صفحه 3 من الدستور تصريح على لسان المحامي شير صوت الخرباوي بيقول الشخصيات البارزه في الاخوان تنتمي للتكفير والهجره ويخفون وجوههم الحقيقيه. وفي الدستور ايضا في ذات الصفحه قنديل يعترف مصر مستنقع مظلم والاعلاميون يحذرون من ثوره جياع، والدستور صحيفه الدستور نفسها تطالب بمصالحه وطنيه شامله. في الحقيقه في الحوارات في معانا وقت يا جماعه نقدر نستعرض الحوارات اللي معانا ولا معانا دقيقه؟ طيب في الدستور في صفحه 11 في حوار مهم الدستور بتعمله مع النشطه السياسيه الدكتوره كريمه الحفناوي، هي بتقول كريمه الحفناوي بتقول امريكا دعمت الاخوان حتى لا تكتمل الثوره، وانا اتفق تماما معها بغض النظر عن الاخوان، هي امريكا اساسا ضد الثوره، وامريكا اساسا هي 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 ام الخراب وام الفوضى في المنطقه كلها،
عشان نكون رحيم. وادينا قلنا اللي حصل اللي عملته هيلاري كلينتون في المنطقه, وبعدين جه بعدها اليوم بنيته وزير الدفاع وما الى ذلك. فالدور الامريكي هو دور قذر وقبيح, والتاريخ لن يرحم امريكا اللي هي بتقول ان انا ام الحريات. طبعا ده شيء غير صحيح, وبتقول الرئيس يقف على مسافه واحده من مكتب الارشاد والسلفيين وامريكا واسرائيل والخليج. الجماعه فقدت شعبيتها لانها تعمل لمصلحتها, اللي هي جماعه الاخوان تعمل لمصلحتها فقط, وصوت اليسار زئير اسد يجأر بالحق دائما, وشعبنا العظيم لن يتراجع عن حقوقه وبناء مستقبله, وعلاقة الولايات المتحدة بالإخوان ممتدة قبل 11 سبتمبر. طبعا ده كلام يعني ما فيش فيه خلاف. صحيفة الصباح في صفحة 8 بتعمل حوار, طبعا هو الحوار ده كله بالنسبة لذكرى حرب أكتوبر اللي هي أيضا ذكرى اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات, وهو حوار مع طارق الزمر المتحدث باسم الجماعة الإسلامية. بيقول وحضر الحفلة, الحفلة اللي كان الرئيس مرسي ألقى فيها خطاب, وطارق الزمر بيقول لسنا نادمين على قتل السادات. في الحقيقة أنا مش عارف, طب لما معروف طارق الزمر ومحمد الظواهري وأيمن الظواهري والجماعة دي كلها, طب أخوانا طب يعني الناس دول إزاي يروحوا يحضروا حفلة أكتوبر؟ ده البطل الغائب النجم, يعني عايز أقول البطل الرئيس لحرب أكتوبر هو الرئيس أنور السادات, هو صاحب قرار الحرب, صاحب قرار العبور. يعني حرب أكتوبر لولا أنور السادات ولولا دهاء أنور السادات وسياسة أنور السادات ما كان هذه الحرب أن تحدث بهذا الشكل. في الآخر هو الرجل بذل كل ما في جهده يعني لكن في النهاية طارق الزمر بيقول لسنا نادمين على قتل السادات اللي هم كانوا المشاركين في اغتيال السادات, وبيقول انقسام النور إلى حزبين في صالح التيار الإسلامي, وسنطالب بإعادة النظر في كامب ديفيد ومراجعة البنود الأمنية التي أوصلتنا إلى هذا الوضع في سيناء, لأنه أدى إلى حالة استعداد من جانب إسرائيل واسترخاء في الوضع السيناوي المصري. وبيقول إن حمدين صباحي مرشح الرئيس السابق هو أصيب بوهم كبير بعد انتخابات الرئاسة وحصل على مليون صوت بالتزوير, والتيار الإسلامي سيحقق 80% في الانتخابات, والقوى الليبرالية ستعلن إفلاسها. وبيقول طارق الزمر إذا كان حمزاوي اللي هو عمرو حمزاوي لا يعترف بأغلبية الشعب فليبحث له عن دولة أخرى. على إيه الأحوال عمرو حمزاوي هو موجود في الفضائيات, هو اللي يرد عليه, أنا لا علاقة لي بهذه المسألة. عموما ده كلام الأخ طارق الزمر اللي احنا استعرضناه وظهر محرك على الشاشة. عندنا خبر طريف في الصفحة الأخيرة للشروق, بيقول عائلة الكروم متهزم المرض, وفي خبر ملخص بيقول فيها إن في دراسة علمية بتقول إن تناول الخضروات مرة واحدة أسبوعين على الأقل يقلل مخاطر الإصابة بسرطان الفم, خاصة الخضروات الصليبية مثل البروكلي والأرنبيط والفجل والكروم. الخضروات دي إن إحنا لما تتاكل مرة واحدة في الأسبوع دي بتعمل يعني بتزود مناعة الفم من الإصابة بسرطان الفم. ده خبر طريف يا جماعة, يعني اكسروا من الكروم والخضروات لأن لها فوائد على المعدة وعلى الفم. وعندنا النهاردة يعني أكثر من رسم كاريكاتير, الرسم الأول من الشروق في صفحتها الأخيرة, اثنين من الجماعات السلفية ماشيين في سيناء, والخبر هو باين إن هو في سيناء. واحد يقول للتاني بيقول قال بيقولوا إننا بنهز هيبة الدولة, ما تعرفش يعني إيه هبة, يعني إحنا بنهز هيبة الدولة, طب هي إيه الهبة اللي إحنا بنهزها دي؟ فالتاني بيقوله افتكرتك بتقول لي يعني إيه دولة. على أي الأحوال يعني هو ده بيوضح طبعا الوضع المأساوي, الوضع الأمن المأساوي اللي وصل إليه الحال في سيناء. واحد بيقول لك هي إيه هبة, والتاني بيقول هي إيه الدولة. طبعا نتمنى ان الكلام ده كله يعني ينتهي سريعا وتعود الدوله وتعود هيبتها الى سيناء. الرسم الثاني من صحيفه الاهرام في صفحه 13 في الاهرام, وهو الخبر ده واحد راجل ومراته هي وراه قاعد في البيت قصاد التلفزيون, فالراجل قاعد متعكن وزعلان وحاطط ايده كده على خده وبقه, فالست مراته ماسكه التليفون بتتكلم تقريبا مع حد يعني واحد قريبتها او صاحبتها او حاجه كده حد تاني يعني. فبتقول هو متعكن لان ظروفنا حلوه النهارده ومش لاقي حجه يعتصم بسببها, ويعني طبعا واضح ان ثقافه الاعتصامات دي بقت جزء من مفردات الحياه اليوميه بتاعتنا. فالنهارده يعني اذا ما لقيناش حاجه نعتصم, هنعتصم من اجل الاعتصام, زي اللي يقولك ايه في الفيلم بتاع عادل امام اللي هو الصفاف العمارة, بيقول واحد بيقول لك خلقت الاعتارض, وشغال في مجلة لا, هي مجلة اسمها لا وهو خلق ليعتارض, فهي شغلته الحين هو يعتارض, فده شغلته ان هو يعتصم. واخر راس طيب خلاص كده احنا الوقت خلص, عليها الاحوال جولتنا انتهت النهاردة, ربنا يحفظ مصر وشعبها, ونلتقي غدا في جولة جديدة على خير ان شاء الله, وشكرا.